اقزام برفان تقفوا في التي اذا لفوا في الاسمات ناقص نقصا واحد على اجزاء واحد اس ثلاثة. على مود نحل هذا السؤال باستخدام البارشر فراكشن كما شرحنا بالسلايدات السابقة، راح تكون عندي الاس ناقصا واحد على الاس زائد واحد تكعيب، راح تساوي لنا الاي تقسيم الاس زائد واحد، البي تقسيم الاس زائد واحد تربيع، وزائد سي تقسيم الاس زائد واحد تكعيب. راح نطلع قيمة السي من خلال ضرب الاس ناقصا واحد بالاس زائد واحد تكعيب تقسيم الاس زائد واحد اس ثلاثة، فراح تصير عندنا نختصر الاس زائد واحد اس ثلاثة بالبسط ويا الاس زائد واحد اس ثلاثة بالمقام، فراح تكون قيمة السي يساوي لنا اس ناقصا واحد، ونعوض بقيمة الاس يساوي لنا ناقص واحد، فراح تكون ناقص واحد ناقص واحد، فتكون قيمة السي ناقص اثنين. أو بتنطلع قيمة البي مثل ما شرحنا في السلايد السابق، نسوي نطبق المعادلة التالية، واحد على الواحد فكتوريال نسوي المشتقة الأولى للأس ناقصا واحد، ونعوض قيمة الأس يساوي لنا ناقص واحد، فهتكون قيمة البي بهاي الحالة تساوي لنا واحد. والإيجاد قيمة الـ A راح تكون واحد على اثنين فيكتوريا ومشتقة المشتقة الثانية للـ S ناقصا واحد، ونعوض قيمة الـ S يساوي لنا ناقص واحد، فراح تساوي لنا قيمة الـ A يساوي لنا نص في المشتقة الأولى للواحد اللي هي صفر، فراح تكون قيمة الـ A راح تساوي لنا صفر. وبعدها راح نخلي قيمة الـ A والـ B والـ C بمعادلة الـ partial fraction، فراح تكون f of الـ S عندي يساوي لنا واحد على الـ S زائد واحد تربيع ناقص اثنين على الـ S زائد واحد أس ثلاثة، فراح تكون نتيجة الـ f of T مالتي E أس ناقصا T نفتح قوس T ناقصا T تربيع.